وأقل من سلبيات الهجرة إلى بلاد الغرب أن أحدهم يتعود على الحرام، لا يرى فارقا بين الخمر والعصير، لا يرى فارقا بين زواج بعقد أو زواج بلا عقد. أعجبت لمن عرف السوء عواقب اللذات كيف لا يعرف، كيف لا يعرف. خير الزاد، خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا على مائدة من موائد القرآن الكريم متمثلة في سورة الفلق التي نعوذ بها أنفسنا وأبناءنا، ولكن التدبر في مضامينها أمر لازم. في هذه السورة عبارة نعم تثير التساؤل، ومن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لا سؤال يطرح نفسه رب العالمين كيف ينسب الشر إلى ما خلقه. رب العالمين حكيم رحمن رحيم ودود، هذه صفات اللطف، كيف يخلق شيئا فيه شر؟ إنسان يفتح معهدا مدرسة جامعة يتخرج منها بعض الشريرين مثلا، من له شر؟ هذا كيف يليق بمقام الحكمة الربوبية؟ الجواب على هذا السؤال طبعا مسألة الشرور في الوجود بحث فلسفي مفصل، ولكن إشارة عابرة سريعة. الشر يأتي من جهتين في عالم الخلقة، الشر مما له عقل كالبشر، ومما لا عقل له كالحشرات والبهائم، العقارب والحيات، هذه أيضا يصدر منها الشر. وهناك قسم ثالث، الشر الذي يأتي من الجماد كالبراكين والزلازل. إذن شر من عاقل ذوي شعور، شر من بهيمة وحشرة، وشر من الطبيعة، يعني الشر الذي لا يلائم مزاج الإنسان. الإنسان لا يحب أن يلدغ، الإنسان لا يحب أن يغرق، والإنسان لا يحب أن يقتل. شر عينات من الجماد والإنسان والحيوان. ولكن في هذه الموارد الثلاث صح أن نقول هذه الشرور مما خلقه الله عز وجل. القاتل إنسان مخلوق، يقتل بسكينة مخلوقة أيضا. إذن من الممكن أن نقول بأن هذا شر صدر مما خلقه الله عز وجل. في الإنسان الذي يؤذي، في الشر الذي يصدر من البشر، رب العالمين ما ألزم هذا باختياره. رب العالمين خلق الإنسان وجعل فيه الإرادة، الآن هو يريد الشر، هذا أمر آخر. والبهائم والسباع والهوام، هذه مقتضى طبيعتها، رب العالمين خلق هذا الكائن مقتضى طبعه
أن يعملها كذا، إذن هذه الشرور الصادرة من البهائم والبشر باعتبار أنها مخلوقة لله عز وجل من الممكن أن نقول أن هذا من شر ما خلقه الله عز وجل. الآن باب توضيح الفكرة، مصنع تصنع الدواب، سيارات متعارفة، إنسان يشتري هذه السيارة يسوقها بسرعة فائقة فيعمل حادث سير، ماذا نقول؟ نقول هذا الحادث نتج من هذه الدابة التي صنعتها، صنعها المصنع الفلاني. إذن هذا المصنع صنع الدابة، ولكن الحادث جاء من سائقها هو الذي عمل الحادث. هذه تقريبا إجابة سريعة على مسألة الشرور في الوجود ومن شر ما خلق. أما قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ما معنى هذا الأمر؟ هنالك عدة احتمالات. أولا إشارة، طبعا النفاثات إشارة إلى الإناث، النفاثات هذه إشارة إلى النساء الساحرات في زمان النبي الأكرم، يعني إشارة إلى نفاثات في العقد، نعم هكذا يعملن العقد ثم ينفخن فيها. مثلا هذه الساحرة تريد أن تربط امرأة أن لا تتزوج، تعمل عقدة في الخيط ثم تنفخ فيه. مثلا هذه إشارة إلى نساء كن في زمان النبي. الوجه الثاني أنها إشارة لمطلق الساحرات في كل العصور، نعم هذه الظاهرة موجودة، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، القرآن يقر هذه الحقيقة. إذن هذه حالة في المجتمعات من شر النفاثات في العقد من النساء الساحرات. قد يقال لماذا الإشارة إلى النساء الساحرات لا إلى الرجال الساحرين أو الساحرون؟ الجواب، المرأة ضعيفة بطبعها، الرجل عندما يريد أن ينتقم يستعين بقوته، يضرب يقتل يحبس، رجل قوي. المرأة الضعيفة تلجأ إلى الساحرات. إذن السحر كيد العاجز، أنت متأذن من إنسان واجهه إما بالمنطق أو بالقوة، أما النفث في العقد واستعمال السحر هذا كما قلنا منطق العاجز. الاحتمال الثالث، انظروا إلى الأبحاث المتفرعة من هذه السورة المباركة، البعض قد يقول لا إشارة إلى الساحرات في زمان النبي ولا إلى الساحرات طوال التاريخ، إنما إشارة إلى المرأة التي تثبط من عزم زوجها. الزوج عازم على النفق، على النفقة، يعني عاقد النية على الإنفاق، تأتي الزوجة وتثبط عزيمته، تنفث فيما عقد عليه قلبه. الكلام ليس في السحر، الكلام في المثبطات في عزائم الرجال. وهذا المعنى كان واقعا في زمان النبي، الرجل يريد أن يذهب للقتال والجهاد فتقول المرأة إلى أين تتركنا، لمن تتركنا، تنفث في عزمه ومن شر النفاثات في العقد. هذا أيضا من المعاني.
ومن شر غاسق إذا وقب، أشرنا سابقا الغاسق الليل إذا وقب، أي الليل إذا دخل الليل يغطي على الإنسان، ولهذا السارق يسرق ليلا. من يريد أن يقتال أحدا يختار ظلمة الليل، حتى في بعض الحروب في العساكر الهجوم يكون ليلا من باب المباغتة. وأخيرا ومن شر حاسد إذا حسد، أيضا في هذه الآية من الممكن أن نفسر بتفسيرين، مادي وغير مادي، أي غير محسوس. أما غير المحسوس مسألة العين الحاسد، هذه النفس الحاسدة نعم يكون لها تأثير في نفس المحسود، والمعروف في هذا المجال آية ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هذه الآية مفسرة بالعين، هؤلاء الكافرين يحسدونك يا رسول الله يحاولون أن يصيبوك بالعين. طبعا هنا بحث، هل النبي مطلقا يتأثر بالسحر والعين؟ البعض يقول هذا المعنى لا يأتي في الأنبياء لأن فيه وهن، نبي مسحور، نبي أصابه العين، هذا لا يليق بمقام النبوة. إذن المعنى الثاني للحاسد، الأول التأثير غير المحسوس ما يسمى بعين الحاسد، ولهذا هكذا في العرف يقولون عين الحاسد تكتب لا بالعمى. الثاني الحسد بالمعنى الطبيعي، الحاسد يعمل كيدا لا من باب العين، من باب المؤامرة، لأنه فيه حسد يقوم ببعض الأعمال التي تؤدي إلى ضرر المحسود، هذا أيضا من معاني الحسد، كاد الحسد أن يسبق القدر. الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة أخيرة، الآن الساحر علمنا شره، واقعا الإنسان الساحر شرير، لماذا ذكر الحاسد من بين الشريرين؟ ما ذكر القاتل، ما ذكر الزاني، ما ذكر السارق، لماذا الاستعاذة من شر الحاسد؟ الحاسد إنسان لئيم لا يريد الخير لنفسه، يريد زوال من غيره، هذا منتهى اللؤم كما يقال. ثانيا في منتهى الجهل، يسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، لا يسأل فضل الله عز وجل، وإنما يتمنى زوال النعمة من المحسود. وثالثا كأنه في مقام التحدي لله عز وجل، يعني يا رب أنت أنعمت على المحسود، أنا أقول لا تنعم، بل النعمة الحاصلة غيرها، مثلا يتمنى زوال النعمة من الغير، هذا معنى الحاسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحاسد لئيم، الحاسد جاهل ومتحد لنعمة الله عز وجل، ولهذا ناسب أن نستعيذ بالله عز وجل من شر إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج، أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.